اسمي نولة درويش، مواطنة مصرية من أب وأم من أصول يهودية، أسلموا سنة 47 على ما أعتقد. والدي كان راجل مندرج في العمل السياسي العام، وكان له أساساً، هو كان محامي وكان له أساساً نشاط في مناصرة الطبقة العاملة المصرية، واعتبر أنه علشان يقدر يقوم بهذا النشاط وعشان الناس تقرب منه وتقتنع به كان يفضل أنه يبقى مثل عموم الناس في مصر مسلم. أخويا كان مولود، وبحكم أنه كان صغير فبقى تلقائيا، تحول تلقائيا إلى أنه بقى مسلم. بس بعد هذا هو سافر من مصر، هاجر إلى سويسرا، وأعتقد كرد فعل تجاه أبوه ارتد إلى اليهودية. يوسف درويش لم ينقطع عن الدفاع عن الطبقة العاملة المصرية، ولم يكن يقبل أجرا. كان في معظم مرافعاته وقضاياه اللي بيدافع فيها عن العمال المصريين كان يترافع مجانا، وأحيانا يدفع ثمن التوكيلات، وأحيانا بيدعم عائلاتهم. والدي فعلا كان مناهض للصهيونية، وظل مناهض للصهيونية حتى نهاية حياته، ولكن هو كان بيخشى كثيرا من الخلط ما بين اليهودية والصهيونية.